قاعد نحط المواطن يعني تحت ضغوط، وهذه الضغوط يعني في المستقبل راح تولد انفجار، والواضح ان السلطه ما عندها قراءه ايجابيه للاحداث. يعني احنا فلتنا من الربيع العربي 2011، ولكن اتحاد الشعب مع حكومته فهم القضيه، اتحاد الشعب في المقابل للاسف ان هذه الحكومه قطت الشعب اللي تحالف معاها وراحت لمن وقف ضدها في الربيع العربي، والان توقع في المستقبل راح تلقى حتى الاخوان كذلك موجودين في التحالف مع السلطه. للاسف السلطه عندها قراءات سيئه ما تعلمت من الانظمه العربيه. مرات لما تصير قراءتك ايجابيه في الوقت الغير مناسب تكون وايد متاخره. يعني بن علي يوم انتفض الشعب عليه قال الحين انا فهمتكم، ولكن الشارع ما استمع له. احنا السلطه الان ما قاعد تستمعنا، احنا كنا معاها بصدق 2011 وقفنا مع السلطه وحاولنا نوعي الشارع الجزء اللي غرر فيه. وانا يعني انا حسب اعتقادي ان جزء كبير من الفئه اللي نزلت في كرامه واحد واثنين يا محمد تغيرت قناعاتها، والدليل لما طلعت المجاميع الان لضمير الامه ما لقى الحشود اللي لقاها قبل فتره لاسباب عده. احد الاسباب كشفت الحقيقه دامي. كشفت الحقيقه، كشف الحقيقه ما جاء من فراغ، جاء من وعي جزء كبير من الشعب، كذلك وسائل الإعلام اللي حاولت تعري اللي سموه لنا الربيع العربي، وما كان ربيع عربي، كان هناك قلب لأنظمة الحكم، كان هناك تغيير لخريطة الشرق الأوسط، ولكن الحمد لله إن الكويت مر علينا هذا التغيير من غير ما يمسنا أي شيء. طبعا البعض يقول لك إن الدستور حمانا، لا مو بس الدستور حمانا، الدستور 62 هذا يعني أصبح له فوق 50 سنة. يعني وهمنا بنتكلم شوي بواقعية أكثر وبشفافية. إحنا الآن نتكلم لابد قضية تعديل الدستور، أنا أتوقع هذه حتى قضية الآن أصبحت جدا متأخرة. إحنا مشاكلنا الآن طبيعة العلاقة بين السلطتين، هناك أعتقد نوع من عدم التوازن، هناك نوع من الهيمنة للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. إحنا أمام